النساء شلون يذبحن الضريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل ما تشوفون خلفي على الشاشة إنه نساء يذبحن يعني ذبيحة يعني معزة من الماعز. ذبحن حلال أو حرام بالشريعة الإسلامية؟ طبعا لا فرق بين سنية أو شيعي، شيعي أو سني ماكو فرق، امرأة أو رجل بالذباحة، لكن احنا عرفا مشت علينا إنه الرجل هو اللي يذبح. ماكو إشكال شرعاً، ماكو كل إشكال بذبح الإمرأة، أي إشكال ما موجود. إحنا وين الإشكال يكون؟ إذا كانت ما متوفرة أحد الشروط، اتخاذ القبلة لابد علينا أن نتخذ القبلة، الآلة الحادة، النية، ذكر اسم الله، وأن يكون مسلم. هذه شروط الذبح، يعني ما قال شرط أنه قال مرأة أو رجال، لا، أن يكون مسلماً. لا فرق بين امرأة أو رجل بالذباحة، هذا ذبح ما بكل إشكال، واللي يريد يذبح عادي، حتى لو كان موجود الرجال عادي الامرأة تذبح وما في كل إشكال. لا تنسونا بأفضل دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.